انا مازال ما فهمتش الى حد الان شنو هي استقاله سياسيه، ماشي استقاله تقنيه وماشي استقاله حقيقيه، اصلا ما فهمتش شنو هي الاستقاله الجماعيه. سمحوا لي، الامين العام كيتحمل المسؤوليه الاساسيه والاولى والرئيسيه في كل ما وقع، وانا بالنسبه لي هذيك النتائج اللي حصلنا عليها يمكن نعتبرها زعما وارده، لان الديمقراطيه هي هذه، ولكن ماشي غير النتائج اللي كاينه، كاينه امور اخرى اللي رافقت النتائج اللي خلتنا نشعروا باننا يعني ولينا صافي محقورين في هذه البلاد هذه، فهمتيني ولا لا؟ وخرجنا ولم يتاسف علينا احد. لم يتاسف علينا احد. ما بغيش نقول كلام اخر قاصح، فهمتيني ولا لا؟ ملي السي سعد ما قبلش يدير هذاك الشيء اللي قلت له وبقاو كيسيروا على الاقل هذه لا قلتي استقاله سياسيه، هذا قرار سياسي. هذا قرار سياسي ديال التحديد ديال المده ديال الامانه العامه المقبله. واخا تكون محدده في القانون، خلي الامانه العامه المقبله هي تجي هي تتعامل مع هذا الاشكال. علاش انت غادي تتحكم فيها وانت مستقيل وانت تعتبر نفسك مسؤولا عن وضعيه كارثيه، فهمتيني ولا؟ هي الحزب فيها. علاش؟ لماذا تتحكم في يعني في 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 هذه الامانه؟ شو ما فهمتش الى حد الان، ما فهمتش. ولكن اللي زاد كفس القضيه هو ان الحجاج والبراهين اللي راجت، فهمتيني ولا؟ واللي باقي تيكررها بعض الاخوان مع الاسف الشديد، قال لك اسيدي لانه ما غناخذوش من الدوله الا 50 مليون عوض 7 مليون ديال الدرهم. واش الحزب اللي كانوا عنده الملاير، فهمتيني ولا لا، غادي يبدا يتخذ القرارات ديالو بناء على 7 ولا 8 ديال المليون ديال الدرهم؟ واش النهار الاول فاش بدينا هذا الشيء كان عندنا حتى ريال، حتى ريال احمر ما كانش عندنا؟ واش ماشي بدينا جمعنا الفلوس من الاخوان ديالنا؟ واش ماشي المؤتمر الاول درته انا اللي شرفت عليه 7 المليون باش طاح عليا المؤتمر ديال 96، جمعت 12 المليون ووفرت منها 5 المليون، 700 ديال الناس جاوا وداروا المؤتمر وتغداو ومشاو على خاطرهم.